اهلا بكم في صراع عابدين، محمد غباشي. يا رب دايما تكونوا بخير. واحنا بنشتري السبوت الخاص بالاضاءه بيكون تركيزنا منصب على حاجتين مهمين جدا. اول حاجه هي الوات اللي بيقدمه لنا السبوت او استهلاكه من التيار الكهربي، اللي على اساسه بنحدد حجم السبوتات او اعدادها واستهلاكنا للتيار الكهربي. وتاني حاجه هي الشكل الخاص بالسبوت. الحقيقه دول نقطتين مهمين جدا، الا اننا بنتجاهل نقطتين اكتر اهميه من النقطتين دول. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا ان السبوت مش معتمد على الوات اللي بيقدمه لنا او استهلاكه للتيار الكهربي وشكل البادي الخاص بالسبوت نفسه، لا، السبوت كمان بيقدم لنا حاجتين مهمين جدا لازم ناخد بالنا منهم، هي شكل الاضاءه اللي بيقدمها لنا السبوت. زي الصوره دي، ركزوا فيها كويس، شايفين اشكال الاضاءات المختلفه اللي بيقدمها السبوت نفسه. ونقطه كمان مهمه جدا واجب التركيز عليها، وده سبب فيديو النهارده، وهو لون الإضاءة نفسه. وده يودينا لنقطة ثالثة، وهي إضاءة صفراء ولا إضاءة بيضاء. أنا مش بعمل مقارنة بين الإضاءة الصفراء والإضاءة البيضاء لأن الاتنين مهمين جدا، لكن أنا بعمل الفيديو ده عشان نعرف إمتى نستخدم الإضاءة الصفراء وأي درجة من درجات الإضاءة الصفراء، وإمتى نستخدم الإضاءة البيضاء وأي درجة من درجات الإضاءة البيضاء. نركز على الصورة دي كويس، هنلاقي تدريج من 1000 كلفن الى 10000 كلفن، وناخد بالنا من درجات الإضاءة اللي بيقدمها السبوت او الكلفن الخاص بدرجة الإضاءة السبوت. ونشوف كمان صورة تانية، وهي الورم وايت والكول وايت، ونشوف فرق الإضاءة اللي بيديها لنا لونين الإضاءة المختلفين. دي كمان درجة من درجات الورم وايت والكول وايت، واعتقد ان دي درجة اقرب من ناتورال وايت شوية. دي كمان درجة من درجات لون الإضاءة اللي بيقدمها لنا السبوت، 6000 كلفن، 4500 كلفن، 3000 كلفن. آخر صورة معانا كمان عشان نرجع للصورة الأولانية، شايفين التدريج يبتدي من اللون الأحمر وينتهي معانا باللون الأزرق، ونشوف تأثير كل درجة إضاءة أو كل كلفن من التست اللي معمول فوق في الصور. نرجع لأول صورة معانا ونشوف درجات الإضاءة من 1000 كلفن إلى 10000 كلفن، أو زي ما مكتوب على الصورة من 1900 كلفن إلى 10000 كلفن. و1900 بيبتدي معانا من الدرجة أقرب إلى البرتقاني أو الكاند وايت، وبينتهي معانا لدرجة الأزرق في الإضاءة، أو اللي بنسميها بلو سكاي. نعرف إمتى نستخدم درجات الإضاءة دي معانا. نبص على التدريج كويس ونشوف أسامي الدرجات، لأنها بتبقى مكتوبة معانا كمان على السبوت. لو شفنا ده بوكس خاص بسبوت الإضاءة، هنلاقي مكتوب عليه درجة إضاءة اللون بتاعته، إذا كانت وورم أو دي لايت أو سكاي بلو أو أيا كان. طيب عشان ما ننتهش من بعض الموضوع الأساسي، إمتى أستخدم درجات الإضاءة دي أو فين أستخدم درجات الإضاءة دي؟ نتكلم عن درجات الإضاءة المنتشرة في السوق المصري، وهي 3500 كلفن، وهي الورم وايت أو اللي بتدينا الإضاءة الأقرب إلى ضوء الشمس، أو من 4500 كلفن إلى 6500 كلفن، وهي الداي لايت أو ضوء النهار، وده بيبقى مايل للزرقاء شوية. طيب نرجع تاني نقول هنستخدم درجات الإضاءة فين؟ وزي ما احنا شايفين ورايا من السبوتين، انا فاتح سبوتين عشان نشوف تأثير الإضاءة، الإضاءة الصفراء اللي هي الورم وايت، أو الإضاءة البيضاء وهي الداي لايت أو ضوء النهار. غرفة النوم لازم استخدم لها الإضاءة الصفراء. ليه؟ الإضاءة الصفراء بتديني شعور بالحميمية أو الهدوء والسكينة والراحة، فبالتالي كل ده أنا محتاجه في غرفة نومي. غرفة المعيشة كذلك، أو الليفنج روم، لازم بعد يوم شغل طويل أو بتفرج على التلفزيون، اللي أنا أحس بالسكينة والراحة والطمأنينة، فكل ده هستخدم فيه الضوء الأصفر أو الورم وايت. طيب في الحمام، الحمام هنقسمه لقسمين. الجزء الخاص بحوض الوش أو الحمام في العموم، اللي بيكون 70% من مساحته، هستخدم فيها الإضاءة البيضاء، لأن الإضاءة البيضاء عندي بتديني إحساس بالحركة والطاقة وبعد من الباور. ثانيا بتدي نوع من أنواع تركيز الإضاءة على الوش. أما لو الحمام عندي فيه بانيو، فبستخدم بحاول
استخدم على البانيو الإضاءة الطبيعية اللي هي الناتشورال وايت أو الإضاءة الصفراء، فبتعمل دمج مع الإضاءة البيضاء فبتديني شعور بالراحة والسكينة وأنا قاعد بستمتع بحمامي في قلب البانيو. نقطة مهمة جدا في غرفة الأطفال، لو احنا عندنا أطفال صغيرين في مراحل تعليمية مختلفة بحاول أستخدم لهم الإضاءة البيضاء أو الدي لايت لأنها بتديهم شعور بالطاقة والباور شوية، فبالتالي وهم بيذاكروا أو بيقروا كتير ما بيحسوش إن هم كسلانين وبيحسوا إن عندهم باور وطاقة عالية واستعدادية للمذاكرة والقراية أكتر. في المكتب أو في شركتك برضو هنقسم الإضاءة لنصين، الجزء الخاص بالريسبشن أو الخاص بالموظفين هنستخدم فيه الإضاءة البيضاء من 4500 كلفن إلى 6000 كلفن، لأن ده هيديهم شعور بالطاقة والحركة أكتر وبالتالي هينتجوا شغل أكتر. أما الجزء الخاص بمكتبك اللي بتستقبل فيه عميلك فيستحسن أو يفضل إنك تعمل فيه الإضاءة الصفراء، عشان ده بيديك نوع من التركيز واتخاذ القرارات بشكل جيد وبيديك نوع من السكينة أو الطمأنينة وبيخلي العميل مرتاح وفي نوع من الحميمية في المناقشة واتخاذ القرارات. لو حضرتك بتأسس مطعم أو كافيه فيستحسن إنك تستخدم الإضاءة الصفراء، لأن استخدامك للإضاءة الصفراء ده بيخلي العميل يشعر بالراحة ويستمتع بالأكل أو بوقته أو بالمشروب اللي بتقدمه له، وبيستهلك وقت أكتر وهو قاعد في الكافيه، فبالتالي الفاتورة بتبقى أكتر. ومش مسألة بلاش نحسبها مسألة مادية ان هو يدفع اكتر، لا اكيد لو هو مستمتع في المكان عندك او حاسس بالراحة هيجيلك ويقضي عندك وقت طويل وهيجيلك عدد اكبر من الايام. في السبا او مركز التجميل ممكن نستخدم دمج بين اللونين او الناتشورال وايت، دمج بين اللون الاصفر واللون الابيض، عشان نعمل دمج بين عملية الاسترخاء والراحة وعملية النشاط والطاقة، وان يحس ان هو طاقته عالية في المكان ويكون مستمتع بوقته. مثال اخر لاستخدامنا في الاضاءة في الشركات الخدمية زي شركات الموبايل او البنوك او اي شركة بتخدم عميلك بشكل مباشر ومش محتاجه انه يستهلك معاك وقت كتير او خدمة العملاء بتكون زحمة، هنستخدم فيها الاضاءة البيضاء عشان يدي احساس الحركة للعميل وما يستنفذ وقت كتير، وبالتالي تقدر تخدم اكبر عدد من العملاء في وقت قصير. مش هطول في الفيديو، بس ياريت نراعي واحنا بنشتري السبوت الخاص بالإضاءة، زي ما بندور على الوات والشكل الخارجي للسبوت ندور كمان على لون الإضاءة الخاص بالسبوت وشكل الإضاءة اللي بيقدمه لنا السبوت زي الصورة دي تاني. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم واشتراك في القناة عشان تتابعوا الفيديوهات السابقة. شكرا واشوفكم على خير.